والله ده انا شايفه احتمال يكون رد فعل ثوري فني، ان كلنا تشجعنا ان احنا ممكن نعمل فيلم من غير سيناريو، واعتقد ان الخبرة ممتعة لدرجة ان قد اكررها مرة اخرى. وهو ما كانش مبني على، يعني كان في سيناريو، اللي ما كانش موجود كان الحوار، فإلى حد ما الحوار اتولد في الحركة في المكان. كان الحوار مرتجل معنى ان احنا كنا بنقعد وبنستقر على الحوار وبنجربه قبل مثلا تصوير المشهد وبنثبت حاجات وبنخش نصورها. انا بحب الطريقة دي عموما، ولو ماسك الشخصيات كويس ورامي نفسك جوه الموضوع وبتعمل ده بيبقى الموضوع اصدق. يعني كان مدينا مساحة حرية وعامل حيوية للحوار وبيدي فرصة أكتر لإبداعات إن هي تخرج. إحنا كلنا نفعنا في هذا العمل بشكل تلقائي جدا وبشكل عفوي دون أي فكر في الحسابات، يعني كانش في ذهننا خالص. إحنا كان في ذهننا حالة إنسانية ملهمة، الثورة إلهام رهيب، ولازم نسجل الإبداع بتاع الإلهام ده دلوقتي بأي شكل. فلقيت إبراهيم بيفتح لي الباب ده، بيقول لي في فيلم تيجي نعمله، فانقضيت على الفرصة وخرجنا فيها الطاقة كلنا مع بعض. فكرة الأفلام اللي هي بتبقى على مستوى فني محترم بتتهاجم، كأنه بتتهاجم بمعنى ان هي بتتقولب كده وتقول لا اصل ده فيلم مهرجانات، او لا اصل ده فيلم يعني مستوى عالي فكأن الناس ما تستحقهوش. وانا بحاول انتقي للحاجة اللي اعملها وبعرف اقول لا زي ما قلت لك، وما ببقاش ندمانة خالص. وده جزء من الموضوع، يعني أنا يتحسب لي أو يتحسب عليا مش بس الحاجات اللي قدمتها، لا كمان الحاجات اللي اعتذرت عنها. أعتقد طبعا النجاح العالمي مهم، إن لما تلاقي مثلا فينيسيا إيطاليا، ساو باولو برازيل، شيكاغو أمريكا، لندن إنجلترا، ستوكهولم بلجيكا، فرنسا، دبي، لبنان، مصر، المغرب، كل البلاد دي طلبت الفيلم وشارك في مهرجانات فيها، فيبقى في حاجة خاصة في الفيلم بتخاطب الإنسانية عامة. مش شرط تبقى مصري أو تبقى عربي علشان تقدر هذا العمل الفني. فيلم بيتكلم عربي وعلى فكرة بعناه في إنجلترا وهينزل سينمات في إنجلترا. أنا العلاقة بيني وبين السياسة علاقة جنسية بحتة، كل كام يوم تجيبوني تفشخوني وتروحوني. الفيلم مش عن الثورة على حد ما هو نابع من الثورة، فاهم قصدي؟ إنما هو الفيلم عن ثلاث شخصيات في 2009 و2011 والثورة هنا يعني في الفيلم عندنا أداة درامية بتحول مسار أو بتحول الشخصيات الرئيسية بتاعت الفيلم من طريق إلى طريق آخر أو من نوع إلى نوع آخر. أنا كعمر الممثل اللي اتغيرت، الثورة غيرتني فعلا، يعني فعلا وغيرت ناس كتير. احنا كلنا انحزنا للثورة من أول يوم، وكان ده كان السبب إن احنا نبقى مع بعض في الفيلم. لا، هي حالة الانسجام طبعا مع اي حد كان في التحرير دي اكيدة، ان بما انها كانت في التحرير ففي احساس كده ان احنا شاركنا في حاجة خاصة جدا في تاريخنا. اذا حتم الامر ان احنا نقوم مثورة تانية هنقوم بيها، او يعني نغضب مرة اخرى غضب جماهيري عريض
بحيث ان احنا نسقط سلطة مش عجبانا، هنعرف نعمل كده برضو. اوعى تفتكر ان احنا بنحب نعمل كده، احنا بنحب مصر.